انا طبعا كنت سعيد جدا يوم، مش عارف تفتكره ولا لا، لما كلمتني قلت لي ادي احمد، انت شكلك هتطلع ممثل جامد. ايام كان بيتذاع مسلسل رجل في زمن العولمه، قلت لي تعالى المكتب عايزك، مكتب الحاج سعيد، يا دوب على بعد 5 دقايق من البيت. وفعلا بعد 5 دقايق كنت عنده في المكتب، وقعدت كلمتني عن حلمك، مشروع المسرح الشبابي، واللي انت كنت بتفكر تقوده بصفتك عمنا وزعيمنا وزعيم الشباب، واحنا نعتبر جيل واحد يعني. وقلت لي انا يا احمد عايز اعمل مسرحيات كتير جدا محترمه، واسافر بيها للمحافظات، لان جمهور محافظات مصر مظلوم، لانه ما بيتفرجش على اعمال مسرحيه مهمه. الفكره دي كانت فكره جميله جدا استاذ سعيد. فالسؤال اللي انا نفسي اساله لك، الفكره دي انا سمعتها منك من سنه تقريبا، بعد كده انت عملت مسرحيه قاعدين ليه اللي انا رحت اتفرجت عليه حوالي 20 مره، وانت شفتني اكتر من 20 مره عندك في الكالوس، لان انت كنت وحشني جدا على المسرح. فالفكره دي يا استاذ سعيد اين ذهبت، والى اين سيكون مصيرها؟ لان انا ما سمعتش عنها حاجه تاني الا اذا كنت انت قررت تستغنى عني في الفرقه، ففي الحاله دي انا هزعل قوي. سؤال تاني اخير، امتى المسرح المصري هيرجع يقوم بدوره تاني في تقديم الممثلين المحترمين اللي كان مسرح التلفزيون دفع زي ما دفع بصلاح السعداني وسعيد صالح وكثير من الممثلين؟ امتى هيعود تاني مسرح الدولة يقوم بالدور ده؟ وانا شاهد على جيلي بصفتي احد طلاب المعهد العالي في المسرحية ان احنا عندنا مواهب كتير جدا في التمثيل وفي التأليف وفي الإخراج. ومش عايز اطول عليك يا حاج سعيد، وانت منورنا، والسلام عليكم. أحمد صلاح الدين عثمان السعداني، ابن صلاح السعداني، صلاح الدين عثمان السعداني، فأربع أصدقاء ليا، ثلاثة حياتك ثلاثة، إحنا أربعة. نعم. عادل إمام، آه، صلاح السعداني، آه، أحمد ماهر الشهير ماهر تيكا، سيد صالح. أي. وكما كان زمان صحفي كتب قال لك سعيد كسعداني. احنا الاثنين من طينة واحدة وشكل واحد وحكاية واحدة. صلاح السعداني كان المتكلم والمتحدث اللبق اللي فينا. طول عمره. بس هو كان ايه؟ ملوش دعوة بالمسرح ولا له دعوة بالسينما. ولما لقينا احنا دخلنا وتفوقنا في المسرح وتفوقنا في السينما، خد هو كارير التلفزيون، فبقى مندوبنا الدايم في التلفزيون. فعمل أرضية ممثل من أكبر الممثلين اللي اتحطوا في التلفزيون العربي. من اكبر الممثلين اللي عملوا تلفزيون. يعني احنا لو كنا قعدنا معاه كنا مش هنعمل اكتر من اللي عمله صلاح السعداني في التلفزيون. خالص يعني. وادوار كتيره جدا كنت انا مرشح لها، واتعمل صلاح بقى هو اللي عاملها، وكان سعيد صالح هو اللي عامل، وحبيتها من صلاح زي ما كنت احبها من نفسي. منهم ليالي الحلميه كنت انا بعمل العمده وهو عمله، وكان جميل جدا واجمل ممكن من سعيد صالح. وعمل وبرده مسلسل تاني بتاع أرابيسك. المهم ان الضلع بتاعنا، النائب بتاعنا، الضلع الثالث اللي موجود في الفن كان موجود صلاح السعداني، هو اللي كان سدد الثغره دي لوحده. على فكره انا كنت اول ضلع نسائي وقف قصاده في مسلسل زمان، كنت لسه في المدرسه. انا بستغرب الواد ده تخين لمين؟ ابوه كان رفيع جدا. عشان ده مش تخين، ده رائع. لا بس كان صلاح السعداني حاجه. لا صلاح كان رفيع خالص. انت تشوفينا في مسلسل اسمه هارب الايام، انا وصلاح السعداني حاجات ناس معفنه رفيعه، ما كانش فيه لا اكل ولا شرب ولا جزم ولا بتاع. واستغلنا المسلسلات الاوليه اللي كانت الهدوم ببلاش، جلاليب. ما كانش عندنا قميص وبنطلون. مسلسلات فلاحين كانت كلها في الجلاليب. فلاحين وفعندنا التلفزيون جايب الهدوء. ان صلاح، ان بالنسبه للمشروع اللي كنت بتكلم لك، مشروع اتكلمت عليه مع احمد وغيره، ان احنا كنا عاملين اعاده لمسرح التلفزيون. ان انا نجيب ناس جداد، واتكلم وفعلا استقبلت ناس من كل الحاجات، من التاليف والاخراج والتمثيل والموسيقى والرقص والشعر، عشان نعمل مسرح جديد بنجوم جداد في خلال المسرحيات. وان اكتب ليك او في مسرحيات صغيره كده بتخلد كل الرموز الكويسه في مصر، من ستات او رجاله، من مسيحيين او مسلمين، من كل اللي نوروا الحياه المصريه، بمؤلفين جداد، بمخرجين جداد، شباب جديد. شباب جديد.
وكنت معتمد على هيئات خارجيه تدعمنا في ده. انما ما لقيتش فتاخرت الفرصه. تاخرت الفرصه. انما الفرصه ما زالت قائمه. ونبهني اليها احمد، مصر عليها، وقاعدين ليه ما عطلتنيش. بالعكس قاعدين ليه ادتني حماس ان انا اعرف شباب تانية ونجوم تانية، وان انا مصر على الحكايه دي وهعملها ان شاء الله.